بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قناة بنت الوادي الجديد للأشغال اليدوية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة حبايب قلبي فكرتنا سهلة وبسيطة إن شاء الله كالعادة. لو عندك اللي هو غطا الجردل بتاع البوية ما ترميهوش، هنستعمله. هتشوف دلوقتي هنعمل منه ايه. ودي اللي بتجيبي فيها الشيبسي لاولادك، لو ما عندكيش ممكن ببكر المناديل، ممكن ببطرمانات ازاز، يعني الفكره هتوصل لك وانت تستخدمي فيها المتاح عندك. الغطا ده لو مش موجود عندك ممكن بقى ساعتها تقصي من كرتونه بس تكون متينه شويه كذا طبقه وتقصيهم او تلزقيهم مع بعض. سواء بقى هتعمليها شكل بيضاوي او دائري اللي يعجبك. انا عندي الشكل ده فانا هستغله. ده غطا اللي هو بتوع الدهان، الجرادل بتاعت الدهان، هنعمل منهم كذا فكره ان شاء الله. او ممكن بقى الفكره دي كده انا هعملها منظم. فانا هحتاج واحده كبيره ومن دي انا هقصهم، يعني من الاحجام اللي انت عايزاه. هي طريقه قصها سهله مش صعبه. يعني شوفي انت هتبقي عايزه مثلا الحجم اللي انت عايزاه فين، ومجرد ان انت بس السكينه، بس خلي بالك على اساس ايه ما تعوريش نفسك. قصي الحجم اللي انت عايزاه. هي ضعيفه مش ما بتبقاش متينه قوي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وقص وكملي بقى ايه القص. اما حاجه تبقي ظابطه المقاس اللي انت هتشتغلي عليه. هقصها وهرجع لكم تاني. بصوا اتقصت معانا بمنتهى السهوله. بعد كده لو انت عندك بقى مقص بتساوي لو في حاجه مش متظبطه عندك. بس انا قصيت برضو واحده تانيه، انا عايزه اعملها واحده كبيره والتانيين هخليهم منظمات صغيره. ليكي حريه الاختيار، يا اما تعمليها بالاستيكر اللي هو بيلزق يا اما بالقماش. النهارده ان شاء الله هعمل معاكي الفكره دي اللي هو الاستيكر اللي بيلزق. مره تانيه ان شاء الله برضو هنعملها مع بعض بالقماش. انت بتساوي بقى كده اللي عايزاها بقى تعمليها باي منظر انت عايزاه، مفيش مشكله. ظبطي المقاس والحجم زي ما انت عايزه. بصي هو بسهوله اوي بتعمليه بالمقص، يعني سمكها مش تخين يعني. زي ما قلت لك الغطا ده ممكن تعمليه بقى باي حاجه عندك انت، صينيه قديمه مش عايزاها، الصواني بتيجي في الحلويات اللي بيبقى طبق اللي تحت ده جامد ساعات بيبقى فيه صواني كده بلاستيك، ممكن تجمعي اتنين مع بعضيهم. برضو انا هساوي الكروف عشان تبقى منظرها حلو لما اجي اشتغل عليها والزقها. بتساويها على قد ما بتقدري. كل اللي احنا هنعمله بالاستيكر، هنلزق الغطا وهنلزق ده. هوريك هنلزق ازاي. خدي المقاس الاول عشان يبقى ايه سهل عليكي. انا هاخد المقاس الاول. حلاوة ده بيبقى ان هو متصفى، فانتي بتمشي على السطر اللي انتي ايه بتختاريه فبيظبط معاكي المقاس. انا هقصها وهرجع لكم تاني. يا حبيبتي انتي اللزق ده مجرد ما بتشيلي الورقة منه بترجعي تلزقي، فرغي الهوا منه كده ايه بيلزق معاكي. طبعا انا هغلفها من ناحيتين، هغلفها من ناحيتين عشان تديني ايه شكل حلو. انتي بتلزقي الجوانب دي نقصلها قطعة تانية. بس الزيادة دي احنا مش عايزينها. غلفنا الظهر اهو بنفس الطريقه دي، والزياده خدتها على جوه وقصيت قطعه تانيه عشان اغلف بيها الجزء ده. زي ما قلت لكم مجرد ما بنشيل اللزقه دي بتلزقيها عادي. عايزه تعمليها بقماش يبقى هتستعملي مسدس الشمع. تيجي معاكي كده هي بتبقى كده معاكي. تقص الزيادة زي ما قلنا بنفرغ الهواء منها. تضغطي اهم حاجة الخروف. خدي الزيادة على ورق القماش، قلنا نستعمل مسدس الشمع.
النوع ده بيبقى حلو برده وبيديكي الوان جميله. هاتي اللون بقى اللي يعجبك واللي انت عايزاه. ما طولش عليكم الفيديو، انا هغلفها كلها بالمنظر ده. احنا عرفنا الفكره، بتشيلي الورقه وبتلفي عليها زي الموضوع، وهوريكم بعد كده هنعمل كده. حبايبي احنا خلاص خلصنا اللزق الكله. كل اللي انا هعمله هلف بالسراس في الجزء ده عشان بس ايه نزينه. جيب الاستراس بتاعك او اي حاجه انت عايزه تزينه، مش عايز تحطي عليه حاجه مفيش مشكله. انا قطعت صفين كده من الاستراس وهزين بيها. لو انت مش هتقفلي بغطا زي ده يبقى انت حطي من البدايه، لكن انا عشان في اتنين عايزاهم اقفل لهم بالغطا فانا ايه نزلت لتحت شويه. هوريها لك برده دلوقتي هتوصل لك الفكره اكتر. هحط استرس في الاول وفي الاخر للجزء ده، هنقص الزياده. ثبتي بس الشام. دي انا قطعت لها جزء تلات صفوف عشان هي كبيره تبان بس فيها شويه. فيها برده داير ما يدور عليها كده اهو. حطي شمع. زي ما قايلين دايما التزيين ده حر شخصيه ليكي، انا بديكي فكره وانت ايه بتحطي طبعا الحاجه اللي تريحك انت او اللي انت حباه. بس الزياده برده عملناهم ايه كلهم. دي الغطشان اصلا بتيجي معاها، انت لو غطى حابه ان هي تقفل كده نزليها من تحت شويه. لو مش هتحطي لها غطشان ممكن تعمليها من البدايه زي كده. طيب الغطا فاكرين الورده اللي احنا قصيناه من المفارش اللي هي بتاعه التسريحه والكمجيه المفارش القديمه دي، انا حطيت يا دوب ورديه صغيره وفصلوا لي واحد زي ده. بصي الورد اللي احنا قصيناه مع بعض، واخدي نقطه شمع بسيطه كده النصين، نقطة شمع صغيرة حطيها كده هتلزق معاكي بمنتهى السهولة. ونقطة صغيرة تاني يدوب بس تكسري ايه اللون بس. بصوا منظر الوردة بقت عاملة ازاي، انا عملتهم بالمنظر ده واوريكم شكلهم في الاخر يبقى ازاي. طبعا ايه هنلزقهم دلوقتي مع بعض وازايهم بقى طبعا زي ما انت عايزة. شوفي انت هتحطيهم ازاي. بالشكل ده والعدد زي ما انت عايزه او زي ما انت محتاجه 2 3 5 زودي براحتك زي ما انت عايزه. كده المنظر ده انا هثبت على كده، مجرد بس هتحطي شمع، حطي كميه كويسه من الشمع، مجرد ما بتحطيها هي بتلزق. برده اللي هما مقصوصين ما تقلقيش منهم، حطي شمع هتلزق. هلزقهم وهرجع لكم تاني زي ما احنا شايفين. احنا لزقناهم اهو شايفين بتثبت معاكي مفيش مشكله. مسدس الشمع وازاي بتحطي كميه شمع ايه مناسبه زي ما احنا قايلين. انا عندي العيون دي انا هركب منها اتنين اوريكم شكلهم يبقى عامل ازاي. موجود عندي حاجه بس ايه تدي منظر كده. هحطي عليهم بس بسيط عشان ما تكسريهاش. شوفي الشمع الزايد ده برده، شوفي يا حبايبي عامله ازاي. دي الغطيان اللي انا قلت لكم عليها، لو انت حابه تغطيها انا حابه برده كده هوريكم دي وهوريكم الفكره الثانيه. مش لازم تغطي كله يعني، طبعا ايه لو حابه تحطي حاجه كده تدي منظر برده تكسر معاكي بس اللون والشكل. الورد ده ما شاء الله طلع في منتهى الجمال بصراحه. هوزع كام واحده كده بحيث ايه يدوني منظر يبقى كله متجانس مع بعضه. الشكل ده وارجع احط عليهم خصوص اللولي تاني.
لك بقى ده استعمليه منظم زي ما انت عايزه. يعني انا ده هخليه اللي انظم بيه المساطر والاقلام والحاجات الالوان بتاعه شهر، هخليه لها زي منظم. انت ممكن تستعملي منظم للتسريحه، ممكن تستعملي اي حاجه زي ما انت عايزه. انا اديتك الفكره وانت استعمليه زي ما انت عايزه. هرجع احط واحده كلولي على كل واحده زي ما قلنا، بس تكسر اللون معايا موجود عندك استعمليه. مكتريش الشمع لان هو ايه مش بيستحمل، ده ايده بنقطة صغيرة. عشان الحباية صغيرة لازم تحكم فيها كويس. ايه رأيك في المنظر كده؟ العرب كنا هنرميها استفدنا منها زي ما قلت لك. ممكن بكر المناديل اللي هو زي ده يبقى فيه منه امتن شويه، برضو بتقصي الحجم اللي انت عايزاه وغلفيه واعمليه. ممكن الفكره دي وهعملك فيها فكره تانية ان شاء الله. ممكن البطرمانات برضو زي ما انت عايزه، الفكره زي ما انت عايزه، استخدميها زي ما انت عايزه. وده غطا جردل زي ما قلت لك، ممكن تستعملي كرتونه تكون سمكها كتير تقيل وقصي كذا طبقه بمسدس الشمع انت بتلزقيهم مع بعض عشان بتجمديها تخليها متين، وغلفيها زي ما احنا غلفناها. ممكن تعمليها بالقماش زي ما قلت لك، اي نوع قماش عندك. والاشيك لو قماش فرو عندك هتبقى اشيك بكتير. ولو ممكن اللي هو بتاع ورق المطبخ اللي هو الاستيكر ده زي ما احنا شايفين يا حبايبي. انا بس حبيت اكسر اللون الذهبي، حسيت ان الذهبي فيها كتير قوي فكسرتها بس ايه بالاستراست اللي هو الفاضي ده، خدت جزء صغير كده وقصيته زي ما انتم شايفين على اساس ان ايه يكسر لي بس اللون الذهبي، الذهبي فيها كتير قوي. قلت الفاضي ده مع ده يبقى شكله حلو. ايه رايكم كده؟ يا رب الفكره تكون عجبتكم ووضحت للجميع ان شاء الله، تقدروا تنفذوها بمنتهى السهوله. واتمنى اشوفكم على خير في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان القناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.